السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ مرتاحين ان شاء الله؟ رجعت وياكم بفيديو جديد مع لويس. طبعا شباب، بالفترة الاخيرة هواي يسألوني على محاكي البي اس بي، يعني هواي جاي تجينا تعليقات تقول لي حسين مثلا شلون الشغل محاكي البي اس بي، وشلون نضيف الالعاب، وشلون نحمل الالعاب. ان شاء الله بهذه الحلقة راح اشرح لكم شرح مفصل عن طريقة اضافة الالعاب على محاكي البي اس بي مع فك الضغط وتشغيل الالعاب على هذا المحاكي. اذا انت مهتم وحاب تشغل العاب محاكي البي اس بي على جهازك، كل ما عليك ان تطبق الخطوات الموجودة بهذا الفيديو، وإن شاء الله ما راح تواجه أي مشاكل. راح أخليك هسه ويا الحلقة، مشاهدة ممتعة. قبل لا أبدي بحلقتنا لهذا اليوم، لا تنسون دعمنا في القناة، اطلايك كومنت، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد مع لويس. طبعا شباب، هواي جاي يسألوني شلون نحمل العاب على محاكي البي اس بي، وشلون نشغل الالعاب على محاكي البي اس بي. اللي هو هذا محاكي البي اس بي، اللي ما يعرف هذا المحاكي يشغل لك العاب سوني بي اس بي. هو هذا المحاكي راح يشغل لك جميع الالعاب الموجوده على جهاز سوني بي اس بي. طبعا شباب، هو محاكي قديم، وانا قبل 4 سنوات تقريبا كنت انزل عليه تحميل العاب، بس بسبب ارشادات المنتدى، يعني اللي متابعني سابقا راح يعرف شنو الاشكال بيه. انا حصلت قناتي على انذارين ورادت تطير القناه، بس تلاحقت روحي وقدرت يعني اخلي الانذارات تروح، والحمد لله رجعت القناه ما واجهت اي مشاكل، وبدلت المحتوى من وراء ارشادات المنتدى. المهم، فهو جاي يسالوني شلون الشغل هذا المحاكي. يعني اكو هواي اشخاص ما يعرفون، صح هو المحاكي قديم، بس اكو اشخاص ما يعرفون شلون يشغلونه. المهم، بالنسبه لتحميل الالعاب ما اقدر اشرح لتحميل الالعاب، يجينا انذار على القناه فما اقدر اشرح شلون احمل الالعاب. اكو مواقع هوايه موجوده بالجوجل تقدر من خلالها تحمل الالعاب. المهم، بعد ما تخلص من تحميل الالعاب طبق ويا الخطوات اللي راح اسويها، وان شاء الله ما راح تواجه اي مشاكل. تتوجه اولا الى متجر جوجل بلاي. بعد ما دخلنا على متجر جوجل بلاي، تجي للبحث، تطي على البحث. اول خطوه راح تسويها راح تبحث على محاكي البي اس بي، فقط تكتب بي اس بي، راح تطلع مباشره، راح يطلع محاكي بي اس بي مثل ما جاي تشوفون بهذا الشكل. تجي تطي على التثبيت وراح يتم مباشره تثبيت التطبيق وما تواجه اي مشاكل. خلصنا من تثبيت محاكي البي اس بي، تتوجه لي برنامج فك الضغط. برنامج فك، بس تكتب فك الضغط، راح يطلع لك عندك هذا فك الضغط. هذا البرنامج مثل ما جاي تشوفون هذا اللون اخضر، تطيع على تثبيت وايضا راح يتثبت عندك وما تواجه اي مشاكل. بعد ما خلصنا من تحميل محاكي البي اس بي وبرنامج فك الضغط، نتوجه مباشره لتحميل اي لعبه. انا مثل ما قلت لكم من اي موقع تحملون مشكال. بعد ما خلصت من تحميل اللعبه، تتوجه مباشره لبرنامج فك الضغط. ندخل بصوره مباشره الى برنامج فك الضغط هذا باللون الاخضر. مثل ما جاي تشوفون راح يطلع لك هنا، اول ما تحمله تطيع على حسنا، يعني يحتاج الوصول الى الملفات، تطيع السماح بالاذن، اطلع هسه ها هنا الاشعارات، تطي السماح ايضا، راح يطلع لك بهذا الواجهه مثل ما جاي تشوفون ذي الملفات اللي خاصه بالجهاز. انت دائما بما انه تحمل يعني الالعاب من الجوجل، فراح يتوجه مباشره الى حافظه الداونلود مثل ما جاي تشوفون هذا حافظه الداونلود. ندخل بصوره مباشره، بعد ما دخلنا على حافظه الداونلود راح يطلع لك بهذا الشكل ذني الملفات اللي خاصه بالالعاب، ذني الملفات مضغوطه، يعني اكثر اللي ينشرون الالعاب مال بي اس بي راح ينشرون مضغوطات. فهسه شو تسوي؟ بعد ما حملت اللعبه وطلع لك بهذا الشكل، شلون تفك الضغط عن الملف؟ تضغط عليه ضغطه واحده وتطيع على استخراج هنا، راح يتم مباشره استخراج اللعبه اللي بداخلها وما تواجه اي مشاكل مثل ما جاي تشوفون طلعت لي بهذا الشكل. عندك الثاني كذلك ايضا، تضغط عليه ضغطه واحده، تطيع على استخراج هنا، راح يتم مباشرة فك الضغط وما نواجه اي مشاكل. بعد ما خلصنا من فك الضغط، هذه تقدر تسويها على اي لعبة، يعني اي لعبة محملها. هسه ذن الالعاب مخلين كتجربة يعني، حتى يعني اشرح لكم بصورة سريعة. بعد ما خلصنا طلع عندنا ذن الملفات مثل ما جاي تشوفون، هذا باللون الابيض هو كان هيك لونهن. بعد ما فكينا الضغط طلعت اللعبة اللي بداخلها، هذه اللعبة اللي بداخلها بهيك شكل. بعد ما خلصنا من كل هذه الخطوات، قبل لا نخرج من برنامج فك الضغط، نضيف حافظه ونخلي بهن ذن الالعاب. ايش قد ما عندك العاب تخليهن، حتى لو عندك لعبه واحده، لان محاكي البي اس بي يريد ملف مباشر حتى تقدر تحمل بيه الالعاب. هسه شو تسوي؟ تدوس على هذا 3 خطوط وتطيع على انشاء ملف مثل ما جاي تشوفون، تطي مجلد جديد هنا، راح يطلع لك تطي نيو فوردر على الاسم مالته، تطي حسنا. شو تسوي؟ هذن اللعبتين باللون الابيض راح تطيهن، تظل ضغط عليهن، يعني تحددهن وتظل ضغط عليهن ضغطه مطوله، تطيهن على قص وتروح على الملف اللي هسه سويناه، ملف هذا الفارغ، تضغط عليه وتطي على اللصق، راح مباشرة يتم نقل الالعاب هنا. كمثال خلينا نبدل الاسم الملف حتى يكون واضح عندنا، نطي على اعادة تسمية، مثلا نسميه العاب
بي اس بي حتى يكون واضح نطيع على حسنا. مثل ما جاء شوفون هذا طلع عندنا الملف العاب بي اس بي. بعد ما خلصنا من كل هذه الخطوات بعد ما نحتاج برنامج فك الضغط توجه مباشرة الى محاكي البي اس بي. ندخل هسه بصورة مباشرة الى محاكي البي اس بي. بما انه انت سوك محمل المحاكي فراح يطلع لك بهذا الشكل. هنا اردك تطبق الخطوات اللي راح اسويها ان شاء الله ما تواجه اي مشاكل. هنا راح نخلي حافظة الداونلود دائما هي الحافظة اللي تجيها الالعاب تطلع بصورة مباشرة بالمحاكي. مثلا نطيها على هذا الخيار. بعد ما طلعت لك بهذا الواجهة طبق وياي الخطوات اللي راح اسويها. نتوجه على التصفح مثل ما جاي يشوفون هذا التصفح. راح يطلع لك بهذا الشكل. تتوجه للمكان اللي حملت بيه اللعبة وفكيت الضغط. احنا حملناها لحافظة الداونلود. هذه حافظة الداونلود نضغط بصورة مباشرة. وين نقلناها؟ نحن نقلناها بألعاب البي اس مي مثل ما واضح امامكم. تحدد هذا الملف تضغط عليه راح يقول لك استخدام هذا المجلد. بعد ما تطيق استخدام هذا المجلد اي لعبة تحملها خاصة بمحاكي البي اس بي راح تضيفها في هذا الملف وتطلع عندك بصورة مباشرة على محاكي البي اس بي. نعطيها استخدام راح مباشرة يقول لك هل تريد السماح للتطبيق؟ طي سماح. بعد ما دسنا على السماح مثل ما واضح امامكم طلعت عندنا الالعاب ذني اللي سويناها وما واجهنا اي مشاكل. وهسه نقدر ندخل على الالعاب. طبعا ذني الالعاب يعني العاب خفيفه. هسه خلينا ندخل على اي لعبه ونشوف. طبعا هذن الالعاب خفيفه بس انا على السهوله مثل ما جاي شوفون طلعت عندنا ذني الازرار. هاي من هنا التسريع سيقول لك دائره. مثل ما جاي شوفون اشتغل المحاكم ما واجهنا اي مشاكل. بالنسبة لضبط الازرار نتوجه للاعدادات. نطلع من هذا السهم نطي على الاعدادات. تروح على التحكم تطي على تعديل تنسيق التحكم مثل ما جاي يشوفون. من تختارها راح تقدر تتحكم بالازرار وما تواجه اي مشاكل مثل ما جاي يشوفون بهذا الشكل. هنا اذا تطي على تغيير الحجم راح تكبره والزغرة ماكو اي اشكال مثل ما جاي يشوفون. عندك بعد شنو هنا التخصص. هاي الازرار اللي اذا تريد تضيف جير ثاني او تضيف R2 L2 مثل ما جاي تشوفون. بعد ايش بقى عندنا هنا التحريك من اول خيار تقدر تحرك. وعندك الحجم نفس ما قلت لك بهذا الصوره تغيير الحجم. مثلا اذا تريد ترجع الازرار لصورتها الطبيعيه تطيح على هذا الاستعاده راح يتم مباشره رجع الازرار كما كان. اطيها هسه على رجوع. اطيها على رجوع. هنا اكمال راح تقدر يعني تكمل منين ما وصلت. عندك هنا أنا بعد شنو هنا من تدوس على حفظ الحالة راح يتم مباشرة تخزين اللعبة. طيها على حفظ مثل ما جاي يشوفون. هسه مثلا خلنا نلعب اللعبة. نطلع من اللعبة نطيع على خروج. ارجع ادخل على اللعبة بصورة مباشرة. ايضا من هذا الزر مال الخروج تطي مثل ما جاي يشوفون طلعت لك عندك هذه. تطي على تحميل الحالة راح يتم مباشرة بصورة مباشرة يرجعك وين ما وصلت باللعبة. هسه لهنا ان شاء الله كل شيء واضح. طبعا انا عندي ملف يعني مخلي بيه العاب خاصه بمحاكي البي اس بي يعني غير هذا الملف مخليه بملف في الجيمز. مثل ما جاي تشوفون طي استخدام هذا التطبيق. هنا عندك هذا الملف مثل ما واضح امامكم. عندي لعبه مورتال كومبات وجود اوف وور وعندي هذه اللعبه خاصه بالسيجا مثل ما جاي تشوفون. هسه ندخل على لعبه جود اوف وور راح تشتغل ما نواجه اي مشاكل. فقط كل ما عليك تطبق الخطوات الموجودة بهذا الفيديو وان شاء الله ما تواجه اي مشاكل. خلينا نسرع.
مثل ما جاي يشوفون شباب المحاكي سلس وما واجهنا اي مشاكل به من ناحيه يعني حسب قوه الجهاز. اكيد هي اذا جهازك قوي ما راح تواجه اي مشاكل. خلينا نجرب مثلا لعبه ثانيه ايضا اذا تطيح على حفظ الحاله راح يتم مباشره حفظ تقدم اللعبه منين ما وصلت، يعني اذا تريد تخرج ماكو اشكال. هسه نطلع من هنا عندك بعد مثلا لعبه مورتال كومبات بهذه الصوره يعني ما راح تواجه اي مشاكل، المحاكي كلش حلو وسلس. هنا نختار اي شخصيه المهم شباب لهنا وصلنا لنهايه الحلقه. اي شيء تردونه على المحاكي اكتبوا لي بالتعليقات، واذا تحبون اسوي لكم جزء ثاني عن المحاكي ايضا ماكو اي اشكال ارجع اشرح لكم من جديد. هذا فيديو سريع يعني لانه هواي طلبوا من يمي انه اشرح على هذا المحاكي، فسويت فيديو سريع وتدللون وان شاء الله ما اخليكم تحتاجون اي شيء. ولهنا وصلنا لنهايه الحلقه، لا تنسون دعمنا في القناه، حطوا لايك كومنت، اشترك بالقناه وفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد. مع لويس، في امان الله، انتظرونا في حلقات قادمه.